بقول لك بقى، لما تحطي 4 أو 5 نقط بيضة في الاي ميك اب بتاعك بتغير اللوك وبتخليه بروفيشنال بدون مجهود. يلا بينا بقى نجربها. قلت بقى استغل الفرصة دي بما اني عاملة اي ميك اب حلو، فيلا بينا بقى نجربها. استخدمي اي وايت اي لاينر، ربنا يستر بقى ومعكش. ماشي، اوكي، واحدة هنا، اوكي، واحدة هنا، مش نقطة قوي بس ماشي، اوكي. فاضل بقى اللي تحت الرمش، دي صعبة. حلو والله، دي باينة اكتر، هتقل دي. ايه رأيكم؟ مش وحشة الحقيقة، تغيير وبتدي كده شكل كيوت. ايه رأيكم؟ وانتوا ممكن تجربوها، ولا ما بتحبوش البولد ميك اب؟